بالقهوة اختي ومطيشة، غتخلصي ليهم شي حاجة سميتها الشيف وغتودعي وداع تام ونهائي، وقولي ليه باي باي والى الابد. بزاف ديال البنات اختي كيعانوا من الشيف، ما خلاو ما جربوا في الوصفة الطبيعية، وكذلك حتى في الصبغات الكيماوية، وبدون نتيجة بلا حتى شي حاجة، بدون حل كيرجع لك الشيف. ما خليتي ما درتي ما خليتي ما جربتي. اليوم اختي غنشارك معاك وصفه المطيشه ولا الطماطم والقهوه سريعه الذوبان ولا القهوه حبيبات في علاج الشيب بشكل نهائي، كذلك في التخلص من التقصف ديال الشعر، الجفاف ديال الشعر، الخشونه ديال الشعر، الشعر اللي فيه الفراغات، الشعر اللي فيه التونيا، الشعر اللي فيه مشاكل كثيره كلي غير كتمسو بلا حتى ما كتمشطو وكينزل ليها كامل. فاليوم اختي غنبراك بوصفه اقتصاديه كتعطي الفوليوم، كتعالج كما قلنا الشيب من الجذور، الصغار الكبار للرجال للنساء، بمطيشه وبالقهوه اختي. فغنوضي حيدي عليا العجز ونوضي دابا جربيها وقول لي في التعليقات كيفاش جاتك، انا متاكده غتعجبكم، ولكن بطبيعه الحال بفضل الاراء ديالكم التعليقات ديالكم الزوينه كتزيدوا تفرحونا وتشجعونا اكثر. وما تنساوناش ضروري غزالتي وحده كتشوف فيا دابا تهبط لتحت وتضغط على زر لايك، راه ما غتخسري حتى شي حاجه، غير الصبيع ديالك غادي يضغط عليه الله يرحم بها الوالدين. وكذلك البنات غادي تزيدو تشجعونا وتافونسيو بينا القدام، الهلا يخطيكم عليا والهلا يحرمني منكم يا رب. وفعلوا زر الجرس ويلاه معنا على بركه الله نتعرفوا على مقادير الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها والاستخدام والاستعمال ديالها. فاول حاجه كما قلنا هي مطيشه وساشيه وحده ديال درهم ديال القهوه ولا اي نوعيه ديال القهوه. بالنسبه للبنات اللي مثلا كيخدموا بنسكافيه فبطبيعه الحال يديروا نسكافيه، البنات اللي ما كتعجبهمش كتعجبهم ماركه اخرى يديروا الماركه اللي كتعجبهم. هنا نقول لك اختي ديري الماركه اللي كتنال الرضا ديالك نتيا وكتعجبك نتيا وكترتاحي ليها نتيا. بالنسبه للمطيشه حتى هي زوينه بزاف ما شاء الله على المنافع ديالها وعلى المزايا ديالها، كتحمق وكتهبل. فاختي غير ما بغيتيش تحيدي عليك العجز، مطيشه البنات اول حاجه كترطب الزغبه، كتعطي فوليوم للزغبه، كتعالج الشيب، فيها جميع الامتيازات البنات وجميع المنافع والمزايا اللي كاينين في مطيشه، والله القسم البنات الا كثيره وكبيره. بالنسبه للقهوه حبيبات ولا سريعه الذوبان فتا هي زوينه، سواء هذه ولا العاديه التركيه اللي كان تا هو مزيان. فهاد الشيء بالنسبه للمكونين الاساسيين. انا هنا ما غنديرش نسكافيه، غندير العاديه، غندير هذه البنات، هذه ديال سمر على ما اعتقد، هذه تا هي مزيانه كتبخ يعني ماشي سريعه الذوبان، فهي اللي غنخدم بها ان شاء الله لا غوسيف. هيا يا طيب مزيانه، وانتي ممكن تخدمي بداك الشيء اللي عجبك اللي توفر عندك واللي عجبك خدمي به، ما تيهمش الماركه ولا النوعيه. غنحتاجو كذلك اختي واحد الكاس ديال اتاي مغلى اتاي، ها هو عادي اختي كاس اما يكون فيه سكر ولا بدون سكر بحال بحال. غتحتاجي معايا اختي الكاكاو والمر، عندي هنايا هاد البواطه معمراها انايا بالكاكاو، هذا ديال العبار، هذا ماشي داك اللي كيتباع في لي ساشي. الا عندك داك اللي كيتباع في لي ساشي كدير وقيله شي 3 درهم ونص للساشيه فخدمي به، كيكون حلو ولكن ماشي مشكل ماشي اشكال، انا كنت ديما كنستخدمه. بغيتي ديري هذا الكاكاو المر خدمي به، شوفي انتيا الحاجه اللي غتعجبك، الحاجه اللي غتنال الرضا ديالك. طبيعه الحال الناس راه كاين عده اختيارات، وانتيا كيبقى لك كتبقى لك الحاجه الامثل، كترجع لك انتيا شوفي الحاجه اللي تسلكك واللي تعجبك واللي تنال الرضا ديالك راهي اللي غتخدمي بها. فكما قلنا غزالتي غنحتاجو مطيشه، غنحتاجو القهوه سريعه الذوبان، غادي نحتاجو الكاكاو المر، بالنسبه للكاكاو المر زوين. غنحتاجو كذلك ان شاء الله الحبه السوداء، انا نوريكم الشكل ديال الحبه السوداء كيفاش كيجي. ها هو اختي هي اختي الحبه السوداء شتوها، هذه حبه السوداء ولا حبه البركه ولا ما يعرف الناس بالشانوج. هاد الحبه السوداء زوينه زوينه زوينه، كتحمق وكتهبل في علاج الشيب، تقصف الشعر، المهم جميع المشاكل صراحه كتحلهم. فغادي نحتاجوا منها ان شاء الله كميه، ها هي الحبه السوداء كما قلنا ولا حبه البركه. غتحتاجي معايا كذلك البنات القرنفل، ها هويا هنا عندي راه مطحون واجد كما كتشوفوا هنايا بودر، ومن طبيعه الحال انا غنوريه لكم حبوب. ها هو البنات القرنفل او ما يعرف بالمسمار، شوف الشكل ديالو كيفاش كيجي كيحمق البنات وكيهبل، زوين زوين زوين. المسمار معروف معروف بزاف ديال المنافع ديالو وبزاف ديال الامتيازات. فقلنا القرنفل، الحبه السوداء بطبيعه الحال تكون مطحونه، اتاي، الكاكاو، المر بطبيعه الحال ممكن تخدمي باي نوعيه بغيتي، مطيشه والقهوه، سريعه الذوبان، اي ماركه اي نوعيه،
خدمي بيها، شوفي انتي النوعيه اللي كتناسبك اللي كتعجبك من طبيعه الحال كثر، وتحتاجي واحد شويه ديال الخل. اما انا غادي ندير التفاح، ولكن ممكن ديري العادي اللي هو هذا خل المائده الملون، انتم عارفيني انا كنخدم به بزاف. ممكن تخدمي بهذا البيض، ممكن تخدمي ديال الحامض حتى هو تاع انستغرام معروفين ومشهورين، هادو ديك ماركات مزيانين الصراحه. فالمهم شوفي انت يا باش غادي تخدمي خدمي بيه، شوفي انت الحاجه اللي تسلكك اللي تعجبك هي اللي غتخدمي بها من طبيعه الحال. المهم كما قلنا غادي نحتاجوا الخل اي نوعيه، غتحتاجي مطيشه، القهوه سريعه الذوبان، غادي تحتاجي معايا الكاكاو، تحتاجي معايا القرنفل والحبه السوداء. كل هاد البنات نسيت اخر حاجه هي اوراق السدر للشعر، اوراق السدر البنات للشعر ما شاء الله رهيبه رهيبه رهيبه، اوراق رهيبين اوراق السدر للشعر لعلاج الشيب وعلاج الفراغات. هادو هما اوراق السدر بحال كيكونوا شويه مشوكين فيهم بحال شي شويكات صغارين ديال العشبه ديال اوراق السدر. المهم راه موجوده عند العطار، كاين تاع العطار ولا عند العشه، بيعطيك من الكونتيتي اللي بغيتي، 5 درهم 10 درهم ومشوفي انتيا. هذا مكان ويلا معنا باش نتعرفوا على طريقه التحضير وطريقه الاستخدام واستعمال هادشي كامل. المهم اول حاجه غادي ناخذ كميه اللي بغيتي ديال القهوه، هي نوعيه، هنا غناخذ معلقه ونص تقريبا ديال القهوه، من بعد غادي نضيف ليها شويه ديال اتاي. هذه البنات القهوه المطبوخه اللي كتطبخ، ماشي القهوه سريعه الذوبان. بسم الله ناخذ واحد شويه ديال اتاي هو اللي باش غنجمع ان شاء الله الوصفه ديالي. بحال هكا باش كتذوب ديك القهوه صافي. ومن بعد غنخدمو بالكاكاو المر، ها هو يا عندي، ندير جوج معالق ولا معلقه ولا شوفوا نتوما الكميه اللي بغيتو. هاد الوصفه راه ماشي غير علاج شي، بزاف البنات غيقولوا لي واش هي غير علاج شي، لا علاج شي بعلاج تقصف في الشعر الجافف كلشي كلشي. البنات اي مشكل كان عندك في الزغبه ديالك فاللي غنصحك به هو هاد الوصفه هادي، غير جربوها والله ما غتندموا عليها، زوينه واقتصاديه ومن ابسط الوصفات. فكنحاولوا نجمعوا الوصفه جيدا، نزيد واحد شويه ديال اتاي. كنبقاو نزيدوا اتاي تدريجيا حتى كتجمع لينا الوصفه نتوما حبيباتي. شفتوا اللون بعدا كيفاش كيتغير وكيتبدل؟ ف من بعد ما كيتغير اللون وكيتبدل فغادي نضيف كميه ديال عصير الطماطم ولا عصير مطيشه. هنا غادي ناخذ واحد الحبه ديال المطيشه وغادي نعصروها، ناخذ منها كميه قليله ماشي كثيره بطبيعه الحال، غير واحد نص حبه بحال هكايا، نص حبه اولا حبه كامله، شوفوا نتوما الكميه اللي غادي تناسبكم بطبيعه الحال هي اللي غادي تخدموا بها. هنايا خديت حبه ديال المطيشه كامله كما كتلاحظوا، وغادي نبدا نضيف في القرنفل كميه ديال القرنفل اللي بغيتهم طبيعه الحال، واش قليله ولا كثيره. والمنافع ديال القرنفل راه البنات راه ما كيخليش الفراغات، يعني اللي كتعاني هذه هي المعلقه ديال القرنفل، زيد واحد نص معلقه لانه زوين صراحه كما كنقولوا ماكله ودواء، عنده عده امتيازات. وانا بعدا والله ما كيخطا الشعير ديالي، دايره حتى في قرعه شاده حبه القرنفل ديرهم في الزيت الروميه وكنخليه واحد تقريبا 20 يوم شهر، عاد من بعد كنخدم به. وما نعاودش لكم يا البنات كيفاش كيجي كيحمق وكيهبل. فالمهم حبيباتي ني كنبدا نخلطو، كتجمعي الوصفه مزيان مزيان. شفتوا القوام ديالها كيفاش داير؟ شوفوا شفتوا. من بعد ما كتخلطي لاغوسيت ديالك مزيان غادي تضيفي ليها كميه ديال الحبه السوداء
او لما يعرف بحبه البرك، هي هذه المساله وريتها لكم كيفاش كتجي حبوب. الا ما عندكش غير درهم جوج درهم عند العطار، لا غلا على مسكينه اختي، خدي من الكميه اللي بغيتي وخدمي بها الوصفه ديالك. المهم هي هذه، هي معلقه عامره ديال الحبه السوداء. كنحاولوا نجمعوا الوصفه ديالنا مزيان مزيان. بحال هكا شفتوا. ومن بعد غادي نضيفوا كميه ديال الاوراق، اوراق السدر، اوراق السدر البنات اللي هما زوينين بزاف، نضيفوا منهم معلقه صافي. وها هي الوصفه واجده، غادي نضيف غير شويه ديال الخل كما قلت لكم، ها هي معلقه كامله، نضيفوا الخل صافي وبصحه والراحه. انا نوريكم طريقه التطبيق وشحال الوقت وكيفاش ديروا لها باش تعطيكم الريزلت ان شاء الله من اول استخدام. المهم التفاصيل كامله غادي نبارطاجيها معكم. المهم ها هو الخل ديال التفاح اللي درت، هي خل خدموا به ماشي بالشر ديال التفاح، هي نوعيه خدموا بها. ممكن عاودوا هنا كنزيدوا داك اتاي ولا مغلى اتاي، وكنبقاو ديما نجمعوا الوصفه ديالنا بحال هكايا. نتوما شتو وصافي، هي الوصفه واجده. مع اللي دابا اختي الا تطبيقها، شوفوا تبارك الله الزلافه راه عطاتني نص الزلافه تقريبا، فكتطبقيها على الشعير ديال كامل من المقدمه للاطراف، ومن بعد كتاخدي السلوفان ولا الميكا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش السلوفان اختي خدي غير الميكا ماشي بالشرط السلوفان، غير الميكا قسميها على جوج وديريها فيها وعقديها في الخلف ديال الشعير ديالك وبصحتك وراحتك. هذه هي لا غوسيت اللي فيها علاج الشيب، علاج التقصف، علاج الجفاف، فراغات، المهم فيها جميع علاج جميع المشاكل اللي كاينين في الشعير ديال كل وحده فينا، يعني اللي هو الشيب، كاين اللي عنده القليل، كاين اللي عنده الكثير، كاين اللي عنده الفراغات، كاين اللي عنده بزاف ديال المشاكل. المهم هادشي كامل غنتخلصوا منه غير بوصفه وحده ولا بخلطه وحده. ما شاء الله شوفوا لي شوفوا لي القوام ديالها كيفاش داير، كيحمق وكيهبل وزوينه زوينه زوينه ما شاء الله عليها. شوفوا 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 شويه البنات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غير ما بغيتيش اختي تحيد تجربيها وتحيدي عليا العكز. وبالصحه والراحه، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله، المزيد ان شاء الله من الوصفات والمزيد من الفيديوهات الاقتصاديه والرخيصه واللي كيكونوا بسط الحمد لله غادي يجوا، فكونوا في الموعد ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. المهم ما تنساوناش اهم حاجه هما لي لايك، وتجربي ليا وصفه سماطيشه والقهوه المعجزه، وتقول لنا كيفاش جاتك في التعليقات. بالصحه والراحه وبالسلامه عليكم، حتى الفيديوهات ان شاء الله الماجيه اللي غادي يكونوا ان شاء الله مختلفين ومتنوعين على حساب نتوما بطبيعه الحال شنو بغيتوا.